لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك جديد الرياضية المغربية أولا بأول. بوابة الصحراء المغربية غليميم وقع عليها الاختيار هذه السنة لتنظيم أطوار المنافسات النهائية لكأس العرش في رياضة الفول كونتاكت. مختلف العصب الممثلة بالجامعة الملكية المغربية للعبة حضرت مشاركة بأجود الأبطال إناثا وذكور الذين تنافسوا طيلة 3 أيام في تصفيات إقصائية. تدور روحها بهذه القاعة المغطاة التي تعد من أفضل البنيات الرياضية بالمملكة. مشاركة ديال جميع العصاب اللي موجودة على المستوى الوطني على مستوى المملكة المغربية هو واحد الرياضة اللي عندها واحد الإقبال كبير جدا عند الشباب وعند الشابات كما كتشوفوا، وعندها مستقبل دولي كبير جدا. وحنا هذا التأطير هو أساسي، تأطير أساسي لفلادة الأكباد والشباب ديالنا والشابات ديالنا. أجواء مرت على أحسن من ناحية تنظيمية أو التقنية أو التنافسية لجميع الأبطال لكي يتنافسوا على كأس العرش. وموقعنا كعصبة قلميم وادنو الحمد لله أننا لنا شرف احتضان هذا التدور كأس، الحمد لله اللي الله سبحانه وتعالى وفقنا في إنجاحها رغم أننا عصبة فتية. هذه المنافسات شهدت التباري في 6 أوزان بالنسبة لفئة الذكور، فيما تم الاقتصار على 5 أوزان بالنسبة للإناث لإفراز المتوجين بلقب كأس العرش هذا الموسم. نزالات قوية عكست التطور الذي عرفته هذه الرياضة بالمملكة خلال السنين الأخيرة، حيث تشكل التظاهرة فرصة مواتية للوقوف على مستوى وجاهزية عديد العناصر الوطنية التي ينتظر أن تمثل المملكة في عديد المحافل القارية والعالمية. النتائج النهائية للمنافسات كرست تفوق عصبة الدار البيضاء ستات على مستوى الذكور في معاد اللقب في صنف الإناث لعصبة الوسطة. تنشكر جميع المدربين والأطر التقنيين وجميع المسؤولين على العصبة الوسط اللي داروا المجهود ديالهم، وجميع المدربين اللي ساهموا في هذا التتويج ديال الإناث. أول مرة الإناث كيوصلوا بـ5 بهم الفينال. الحمد لله هذا ما مشاش على فراغ، وحسن لنا الرتبة الأولى ذكور وفزنا بكأس العرش والحمد لله على كل حال، وهذا فرح لنا وفرح جهة الدار البيضاء ستات. بالنسبة للناحية التقنية الحمد لله العناصر بنت جديدة وباقا شابة وغادي تكون المكانة ديالها في المنتخب. بالنسبة للتقنية حتى هي الإناث كذلك كاين إناث جداد وهذا غادي نطعموا بهم إن شاء الله الفريق الوطني. مسك ختام هذه المنافسات الوطنية كان مع حفل توزيع الجوائز على العصب والأبطال الذين أبانوا عن علو كعبهم في مختلف محطات التباري الذي طبع هذه المنافسات الوطنية.